الأخبار من اي تي في العدالة، وفيها سمو الأمير يبرق معزيا أسرة الفقيد عبد الرحمن العتيجي، شفاء 834 حالة من كوفيد-19 و514 إصابة جديدة، فتح باب القبول لتعيين الكويتيين بوظيفة إمام أو مؤذن، إطلاق اسم الراحل فيصل الجناعي على المركز الإعلامي التابع لاتحاد كرة القدم. ومن العناوين إلى التفاصيل: بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى عبد الرحمن العتيجي، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء الذين ساهموا في نهضته، المغفور له بإذن الله تعالى عبد الرحمن سالم العتيجي، مستذكرا سموه مآثر الفقيد الكبير ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء والإنجازات وما قدمه من خدمات جليلة للوطن العزيز عبر مختلف المناصب الرفيعة التي تبوأها، سائلا سموه المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. أعلنت وزارة الصحة شفاء 834 حالة من المصابين بمرض كوفيد-19، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25,882 حالة. وقالت الوزارة إنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. وعلى صعيد الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35,466 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 289 حالة. عقب اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، قال رئيس جمعية الجراحين الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح إن الاجتماع ناقش عودة العمليات الجراحية بكافة أنواعها تدريجيا ضمن ضوابط هدفها الحرص على سلامة جميع المرضى والطواقم الطبية كاملة، مضيفا أن الاجتماع بحث أيضا رؤية الجمعية في خطة تطوير مستقبل النظام الصحي في البلاد. أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور فواز الرفاعي أن مراقبة الدراسات العليا بصدد إجراء المقابلات الشخصية المؤجلة للأطباء المتقدمين لبرامج التدريب التخصصي وبرامج الزمالة للبورد الكويتي للعام الأكاديمي 2020-2021 خلال الفترة من تاريخ 28 من الشهر الجاري وحتى 2 يوليو المقبل، مع الأخذ بالاعتبار كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فهد العفاسي فتح باب استقبال طلبات تعيين الكويتيين، سواء تعيين جديد أو متقاعدين أو متطوعين للعمل بوظيفة إمام أو مؤذن، لسد النقص في هذه الوظائف، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 25 من يونيو الجاري.
وأشار العفاسي إلى أن جميع الشروط المقررة لتعيين الكويتيين المتقاعدين بوظيفة إمام أو مؤذن جاءت مخففة تسهيلا من الوزارة من أجل قبول أكبر عدد منهم، مشيرا إلى أنه تقرر إعفاء المتقدمين لهاتين الوظيفتين من الاختبار التحريري شريطة اجتياز المقابلة الشفوية وأن يكون المتقدم سليم الحواس. كما اشترطت الوزارة على المتقدم لوظيفة إمام الحصول على مؤهل جامعي فما فوق والالتزام بالمنهج المقرر من قبل لجنة الاختبار. أعلنت بلدية الكويت إطلاق خدمة واتساب لقطاع المالية والإدارية للرد على الاستفسارات بهدف تقليل أعداد المراجعين ومتابعة معاملات الشركات والأفراد تماشيا مع مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية. وقال نائب المدير العام للبلدية لشؤون قطاع المالية والإدارية فؤاد الرغيب إن البلدية ستستخدم الوسائل الإلكترونية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية بالتقيد بالاشتراطات الوقائية للحد من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف الرغيب أن القطاع خصص أرقام واتساب لتوفير خدمة الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بصرف المستحقات المالية للأفراد والشركات فضلا عن الاستفسارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية. تستعد وزارة المواصلات هذا الأسبوع لختام مرحلة التجهيز لعودة الحياة لمراكز العمل بعد فترة تعطيل استمرت قرابة 3 أشهر. وفي هذا الجانب أوضحت مدير إدارة الحركة البريدية صديقة خاجة تجهيز الرزم البريدية والطرود وفرزها استعدادا لاستلام الجمهور لبريدهم بطرق سلسة لا تتضمن احتكاكا مباشرا بين الجمهور. وأشارت إلى تعقيم مركز الفرز وتبادل الإرساليات بالمطار لضمان سلامة العاملين، وتم إعداد جدول زمني لتنظيف وتعقيم كافة المكاتب البريدية قبل البدء بالمرحلة الأولى والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل، حيث سيتم افتتاح كافة المكاتب ومباشرة العمل بنسبة 30% من مجموع الموظفين بكل مركز مع استبعاد حالات الإعفاء التي أقرها ديوان الخدمة المدنية للمرحلة الأولى ضمن خطة عمل يتم متابعتها من قبل قيادات الوزارة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتفادي أي عدوى من الممكن أن تصيب العاملين. أعلنت الإدارة العامة للمرور عن افتتاح جسر على طريق الدائر 5 مقابل منطقة الأندلس في الاتجاهين السالمية والقيروان بطول 3 كيلومترات وعدد 10 حارات. وأضافت الإدارة أن ذلك يأتي ضمن مشروع تطوير الدائر بالتعاون مع وزارة الأشغال. قرر اتحاد كرة القدم إطلاق اسم الراحل فيصل الجناعي على المركز الإعلامي التابع لاتحاد الكرة تقديرا لمسيرته الزاخرة بالعطاء والمناصب الرفيعة التي تقلدها أثناء عمله في الحقل الإعلامي الرياضي والممتدة لقرابة نصف قرن، كان خلالها مثالا يحتذى به للمصداقية والمهنية ولأجل خدمة الرياضة والرياضيين في بلده، كما كان الأب الروحي والقدوة الحسنة لجميع منتسبي الإعلام الرياضي في الكويت وخارجها. يعتبر المرحوم فيصل الجناعي من رموز الإعلام الرياضي في البلاد وآسيا والوطن العربي الكبير، إذ عاصر نجاحات الرياضة المحلية منذ بزوغ نجمها مطلع 70ات القرن الماضي مرورا بالجيل الذهبي للكرة الكويتية إبان حقبة 80ات، حيث بدأ مشواره صحفيا في جريدة السياسة في عام 1969،
كما كان من المؤسسين لجريدة الجماهير اليومية التي صدرت في عام 1983 والتي كانت ذات الصدى الواسع إبان تلك الفترة. تولى الفقيد العديد من المناصب أثناء مسيرته الحافلة، ومنها نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وأمين السر العام لجمعية الصحفيين الكويتية، إضافة إلى تسميته رئيسا فخريا للاتحاد القاري ومستشارا لاتحاد الصحفيين العرب. وأسرة قناة الاي تي في إذ آلمها رحيل الفقيد لجوار ربه، فإنها تتقدم إلى أسرة المرحوم والإعلاميين بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.